الانجليزيه هي اللي خدامه، مابقاش الفرنسيه، الفرنسيه لا وجود لها، هذا هو المشكل. خاص الدراري يقراو الانجليزيه هما اللي خاصو يقراوها، هذه هي اللغه اللي موجوده حاليا على صعيد العالم كامل، ماشي على المغرب. خاصنا الدراري كلهم يقراو لونجلي. دابا اي بلاصه مشيتي لها ما عندكش لونجلي ما يهضروش معاك وما يخدموكش بعداك اصلا. فرنسا بالنسبه للفرنسيه ملغيه، ما كاين والو، ما كاينش اللي كيتسوق لك كاع والو، سالات ما بقاش لا فرنسيه لا والو. الانجليزيه اللغه الانجليزيه هي اللي موجوده دابا حاليا، هي اللي خاصنا نقراو بها الدراري ديالنا ولادنا. رساله كنوجهها للاباء والامهات بالخصوص على وليداتهم، خاصهم يقراو الانجليزيه. وبالنسبه لوزير التعليم والتربيه والتعليم، خاص الانجليزيه يقراو كل شيء. كاع الدول كيقراو اللغه الانجليزيه الا المغرب كيقراو الفرنسيه، حنا هذا الشيء ما بقاش عندنا. والناس كتخلص فلوس ديالها وهذاك الشيء وما كاين والو، هذا راه مشكل كبير. هذا خاصنا نقراو وليداتنا اللغه الانجليزيه، هي اللي مطلوبه دابا في العالم كامل. الفرنسي ما بقى كيتلقى والو، لان فرنسي ما بقى ما كد ما ما ما, ما فيش اي حاجه، يعني بحال قلنا المصريين ما فيش فرنسي، ما فيه والو، بحال قلتي الدارجه، يعني لونجلي هذا والانجليزيه فوالا. الدول الاوروبيه ولا حتى الدول العربيه فيهم بحال قلنا دابا مثلا الكويت راه ما عندوش فرنسي، عندهم غير لونجلي، ولا حتى في العراق، ولا حتى في هذا مصر تونس، هما الجزائر ما عندهمش طالعين تاهما باللغه لونجلي، يقراو لونجلي يقراو الانجليزيه، يعني فرنسي ما فيه والو. وهذا يعني كتسمى درجه بالدرجه باش يوليو يعرفوا الاولاد اللي كيقراو في المدرسه مثلا، وكيقراو باش يعرفوا اي حاجه، يعرفوا باللونجلي، يعرفوا كذا وكذا، وغادي من هنا قدام تكون داك الشيء برجل في المدرسيه ولا حتى الاجتماعيه ولا حتى باش يتطور. هذا هو كان بنات ولاد بناتي كيقراو الفرنسي واللونجلي، كيقراوهم بجوج. حتى اللونجلي خدامين به دابا، الله يحفظك، كيهضروا به دابا. جاو عندنا انت واحد الناس اجنبيين ونفعهم، كيهضروا به وخدموا به، يقريو ولادهم. تبارك الله، القرايه راه مهمه في البلاد. انا ما قاريهش وتعذبت في حياتي، مشيت للسعوديه تعذبت، والله تعذبت. اللونجلي كيدو كلهم باللونجلي، ما عندهمش فرنساوي، عندهم اللونجلي. تنوجه واحد الرساله للوزير باش ان شاء الله يوليو الاجيال المغاربه يقراو تشلحيت، اهم حاجه هي تمازيرت وتشلحيت عباد الله، ومن وثاني حاجه هو لونجلي والعربيه، هادو اهم حاجه عندي انا. ولكن اهم حاجه اللي تنأكد عليها مزيان هي تشلحيت عباد الله، تشلحيت كنت سن تشلحيت، نقرا ولادنا تشلحيت ولونجلي، هادشي ما كرهناش يكون في المقرر، يقرا ولادنا اهم حاجه هي تشلحيت الشريف. وهي الصراحه الفرنسي ولات لغه ثانيه في العالم دابا، مابقاش اللغه الاولى، اللغه الاولى هي لونجلي، ومن الاحسن يكون لونجلي نيت هو هي اللغه الاولى حتى في المغرب ان شاء الله. وياكدوا حتى على العربيه حتى هي راه بلونجلي، لونجلي دابا هي اللغه الاولى عالميا دابا على حسب المعرفه، راه كنشوفوا لونجلي اللي ولات خدامه، وخص الدوله نيت تخمم في هاد القضيه ويديروني يخدموا لونجلي اللغه الاولى في العالم ان شاء الله.